مرحبا. اليوم بدنا نشوف هير ستوري اللي هي ادفنتشر جيم بس شوي غريبه يعني بس اوريجينال بصراحه يعني ما شفت هيك شيء قبل هيك. خليني اورجيكم الجيم. هعمل ستارت طبعا انا بلشت جيم جديد بس مشان اورجيكم الفيديو. ما كثير مشيت فيها بس هي فعليا ما بتمشي فيها قد ما انت بتعيش على اللعبه. اوكي هلا فهمكم شو الموضوع بالضبط. طبعا القصة هي انك انت واحد عم يشوف فيديوهات لتحقيق صار مع وحدة مات انقتل جوزها. اوكي فهي عم تحكي هلا قصتها. فهلا مثلا ميردر الجيم كله تبي هذا السيرش بار بتلعب. اوكي طبعا في عندك هون اوبشنز اللي هو انك تعمل تشيل الجلير. طبعا سبتايتلز بالفيديوز اللي حتطلع هلا. اوكي فهي جلير مشان اذا حابب اذا انت مالك حابب هذا الشكل اللي طالع مثل كانك عم تتفرج على جهاز قديم او شيء. سيرش طبعا بيطلع لك هدول الفيديوهات. كل ما حطيت كلمه هون بتعمل سيرش بتدور على الكلمه بالفيديوهات اللي موجوده بالداتابيس. تمام مثلا تيجي تكبس على هاد تقول بلاي. You think it's What can I do to help? فهذا مثلا فيديو وبتلاقي هون التاريخ وبتلاقي الوقت وهي زوجته للي مقتول فعليا او الارمله تبعه. اوكي طبعا فيك انت تجي تحط سيشنز هون مشان لو حابب انك هذا. هلا الفكره من الجيم انت فعليا ما في نهايه للجيم. هي انك انت تحاول انك تلاقي تفهم القصه وتفهم شو صار مع هذا الشخص وتبني القصه تبعك انت يعني. اوكي اما انك مثلا انك تلاقي حل اللعبه مثلا ما في شيء اسمه حل اللعبه. يعني هلا مثلا خلينا نعمل بلاي لهاد لنشوف شو هون بس بده ينحكى. اوكي هداك الفيديو ما كان فيه كثير اشياء. Yeah that's me but February, I mean, that was months ago. What's that got to do with Simon's murder? هلا شوف في كلمتين انحكوا بهذا الفيديو February وسايمون اللي هو القتيل. اوكي فانت شو ممكن تعمل فيك تجي تسجلهم على ورقه. طبعا حلو انك تلعبها معك ورقه وقلم مثلا بتحط مثلا فبراير تقول له سيرش بيطلع لك شو في فيديوهات كلمه فبراير جاي فيها. اوكي فبتجي تعمل هون بلاي. Well, I don't know. I probably had to pop out and get something. That's why I was speeding. And that wouldn't have been noted on my time sheet. But I really can't remember back to February. اوكي هلا حكيت هون شيء مثلا لو اجيت حطيت سايمون بتيجي بتشوف الفيديوهات اللي عم تحكي فيها عن سايمون وهكذا ببلش تبني قصه. مثلا بتبين انه شو كان سايمون يشتغل سايمون وكيف كان سايمون سميث هي وركس ات هانس براذرز جلاس ذي دو ويندوز هذا محل ما بيشتغل سايمون داز ذا مور سبيشال ورك ميرور ميكينج فيتشر ويندوز ارتستيك ثينجز. اوكي فهلا عرفت عنه انه هو بيشتغل بالقزاز وبيعمل بيعشق القزاز. اوكي هي المعلومات بتبلش انت تجمعها عندك على الورقه تبعك وبتبلش تبني قصه شو اللي صار بالضبط. فهي هيك الجيم بتلعب يعني ما فعليا ما في شيء انه تختار خيارات والى اخره وتصل لهذا. المهم بالاخير بدك تحاول انك توصل للقصه تبع شو اللي صار. هلا فعليا انت بتاخذ بتبلش تبني النوت تبعك. هلا طبعا انا قريت كمان عن ريفيوز للموضوع وقال لك انه انا مثلا اخذت النوت تبعي رحت قارنتها مع شخص ثاني وشفت شو هو شو لقى وفعليا النوتس ما كانت كثير متطابقه يعني. اوكي كل هالقد كان في تفاصيل موجوده عند واحد ما موجوده عند الثاني. فهون حلاوه اللعبه انك انت تدور وتبحبش وتعمل السيرش اللي بدك اياه هون. تمام يعني هون مثلا تجي بتقول ارنست هذه الشركة اللي هو فيها ماشي ما مكتوبة غير هون جلاس مثلا بتحطها هون. اوكي افير خلينا نشوف اذا في شيء مكتوب هون في شيء كمان مكتوب بتحاول بقى شو تحاول تحلل شو اللي صار وهو مين قتله ليش انقتل والى اخره وشو القصة. هلا كمان شغلة مهمة كتير انه انت هون logged as authenticated guest يعني انت مالك فعليا المحقق انت واحد ضيف جاي وعم تطلع على
يعني هي فعليا الكيس انحلت وكل الحل تبعه موجود بالفيديوهات، فانت بدك تقعد تدور عليه. فهي الجيم اللي بيحب هذا النوع من الالعاب ممكن ينبسط. ما حد يدور على اكشن، ما حد يدور على بوينت كليك، ما حد يدور على بازلز. البازل هي بالكلمات، بالبحث، انك انت تدور وشو حاسس وشو بدك والى اخره. المهم هاي هي هير ستوري. طبعا الممثله كتير شاطره، حبيت التمثيل تبعها. لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين. سلام.